اقتناعا منا من بالتعاون الدولي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومن أجل توطيد وتقوية العلاقات الودية بين الشعبين الجزائري والإيطالي من خلال البحث العلمي والتعليم العالي، ورغبة منا في تطوير العلاقات الثنائية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك مراعاة منا للتعاون والعلاقات الودية والطيبة بين الشعبين الجزائري والإيطالي، واعتبارا كذلك للمصالح المشتركة للشعبين من خلال تقوية الشراكة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين القطاعين. إذن اليوم سنمضي مع السيدة وزيرة الجامعة والبحث السيدة أنا ماريا برنيني، وهذا تنفيذا لما جاء في مخرجات الزيارة التي قامت بها السيدة جورجيا ميلوني، والتي استقبلها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم 22 و23 جانفي 2023. إذن سنمضي على اتفاقية إطار لتطوير التعاون حتى نصل به إلى شراكة في مجال التعليم العالي وبالأخص في المجال البيداغوجي، من أجل خلق بيئة تعليمية موحدة بين الجامعات الجزائرية والإيطالية، نعزز من خلالها العلاقات الأكاديمية العلمية الثقافية والرياضية بين الطلبة الجزائريين والإيطاليين، وكذلك كل الفواعل الجزائرية والإيطالية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.